والجي جاهزة الآن. ظرف أيها السيدات والسادة أيها الحفل الكريم، انطلق الشوط السادس من هذه الأمسية، انطلاقة غير موفقة للأغلب وغير منظمة نوعا ما. عملنا الانطلاقة ل 12 جواد يتنافسون على جائزة وقدرها 55,000 ريال، وثربريدز ل 80 وأقل 1700 متر. ماي بوي هنري وارسان نوبل انسستري ريكس بليس زمنداس كريس كروست كومريد ان ارمز مجدي المقدام جريس كيب جريس كيب نوتيكال مايل كيد لوفر اي ام لايتنينج والحزم ستورم. الصداره والمركز الاول مع الجواد رقم 10 جريس كيب لابراهيم سعيد المالكي وراشد الصعاق على المركز الاول. المركز الثاني كريس كروست لاستاذ مربط الغزالي. ثالث المراكز والتقدم ياتينا من خلال الجواد اللي هو اي ام لايتنينج على المركز الثالث حاليا، او الجواد رقم 7 في المركز الثالث الجواد اللي هو كومريد ان ارمز. في المركز الرابع من الجهة الداخلية ومن الجهة الخارجية لدينا الجواد وارسان، وأيضا من وسط الجهات أشاهد الجواد اللي هو نوبل انسستري لمنصور إبراهيم المحمود. المركز الخامس يأتينا من خلال زامندس، أو داخل نوعا ما لزامندس للسيدة ليلى صوفيا كلاش، ولكن الصدارة والمركز الأول تزال مع الجواد اللي هو رقم 10 جريس كيب في الصدارة. وفي المركز الأول التحركات تأتينا من خلال الجواد رقم 7 اللي هو كومريد ان ارمز ومجدي أيضا في تقدم جميل. الخط المستقيم حاليا باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول تنتقل للجواد كومريد ان ارمز وكرايان كوراتولو. مجدي في محاولة قوية يخطف الصدارة، وأيضا تحرك لماي بوي هنري على المركز الثالث، ولكن مجدي إلى المركز الأول وإلى الصدارة. ليوم جرن ورونين توماس على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني حاليا للجواد كومريد ان ارمز للمهندس حسن علي العبد الملك. ماي بوي هنري إذن أيها السادات والسادة أيها الحفل الكريم، النتيجة النهائية في هذا الشوط جاء في المركز الأول الجواد رقم 8 الجواد مجدي لأستاذ أم قرن. المركز الثاني كومريد إن أرمز للمهندس حسن العبد الملك. المركز الثالث ماي بوي هنري للأستاذ مربط أبو فاس. المركز الرابع رقم 4 ريكس بليس لحمد بن عبد الرحمن العطية، وكريس كروست في المركز الخامس لمربط الغزالي. ألف مبروك.